هو تأهل تاريخي، تأهل المنتخب الوطني لنصف نهائي مونديال قطر، حدث قد لا يكرره الزمن. زائر الأسود في قطر، تردد صداه في الوطن بل وفي كل أرجاء العالم. المغرب يكتب التاريخ ويضمن مكانة له في المربع الذهبي. أيلون ماسك أغنى رجل في العالم، تقدم بالتهنئة للأسود بالصعود إلى نصف نهائي كأس العالم بعد التغلب على البرتغال، وكتب ماسك في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: هنيئا للمغرب. إنجاز هو الأول من نوعه، المنتخب المغربي كتب تاريخا جديدا للكرة العربية والإفريقية.